السلام عليكم. حياكم الله في اللقاء الثاني اليوم، هذا اللقاء التاسع من لقاءات إدارة الموارد البشرية في هذا الفصل الصيفي. كنا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن تقييم الأداء. ما أسعفنا الوقت أن ناخذ أسئلتكم عن المحاضرة اللي كانت قبل قليل. إذا كان في أحد عنده سؤال على السريع على اللي أخذناه، ناخذ السؤال ثم نكمل. في أحد عنده سؤال؟ باخذ السؤال الأول. في سؤال السؤال الثاني عن موقع أمازون، بس ودي وش السؤال، وش مقصود موقع أمازون. السؤال الأول وش أقل المعايير الموضوعية؟ ما هي معيار أقل موضوعية من الآخر حسب نشاط وأداء الشركة؟ مثلا الآن نقول مدرس، المدرس في المدرسة الوقت كمعيار للتقييم يعتبر مهم جدا. يعني المدرس اللي يتأخر عن الحصة هذا يعتبر خلل كبير في تقييمه، لابد انه يخصم عليه في تقييمه لانه يتأخر عن المحاضرة حتى لو 5 دقائق او 10 دقائق، لان المحاضرة لها وقت محسوب. عكس مثلا عضو هيئة تدريس الجامعة، عضو هيئة تدريس الجامعة في العرف انما يعني تأخير الاوقات او احيانا يحدث محاضرة او كذا ما يكون عليه ذاك التقييم الكبير او الاشكالية الكبيرة. مثلا لأن طبيعة الدراسة في الجامعة تختلف عن طبيعة الدراسة في المدرسة. يعني البعض يظن أو يعتقد أن الدراسة أو التدريس في الجامعة أن عضو التدريس أو الدكتور في الجامعة هو مجرد أنه يوجه الطالب للبحث عن المعرفة وليس مطالب بإدخال المعلومة في ذهن الطالب مثل ما هو مطلوب من المدرس. أحيانا بعض الشركات تقول لك والله أنت داوم عندنا من الساعة 8 إلى الساعة 9، هذا وقت تقدر داوم فيه، تعال أي وقت، لكن نبغى منك 8 ساعات يومية. أو بعضهم يقول لك من 7 إلى 9. الوقت هذا يعني ما بالنسبة لهم، عطنا 8 ساعات كم حد أدنى وخلاص يكفينا، أي وقت تجي. بعض الموظفين يعني في بعض الشركات يروح يداوم يوم الجمعة ساعتين بس. فأسأل ليش تروح يوم الجمعة؟ يقول ناقصني ساعتين خلال الأسبوع هذا. في مرونة. مجرد انها يعني الوقت ما هو حساس جدا بالنسبه لهم، اهم شيء نبدا عمل. في بعض الشركات الان مثل شركه الاستسي تعطي موظفينها فرصه انه يعمل في البيت لمده 12 يوم في السنه. 12 يوم في السنه انت مسموح لك انك ما تجي للدوام ولا تحسب لك اجازه ولا تحسب غياب، تؤدي عملك في البيت. فهنا الوقت عام، معيار الوقت صار حساس في أماكن وغير حساس في أماكن أخرى. وضحت النقطة؟ أتمنى أنها وضحت. السؤال الثاني عن موقع أمازون، أتمنى توضح النقطة. طيب مشكلة الأسئلة كثيرة. طيب بخصوص أمازون كنت أقول أن التنافس عالي في 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 أمازون بين الموظفين، وعندهم في التقييم أنك تقدر تحصل على 100% وتقدر تحصل على أكثر من 100%. في بونص في الأداء، البونص هذا إذا حصلت عليه تصير نسبتك في تقييمك أكثر من 100% حتى. فلأن التنافسية عالية جدا والموظفين مميزين جدا، ما يحصل على وظيفة في أمازون إلا يعني أشخاص مميزين جدا. فتلقى الموظفين تقييماتهم من نهاية السنة كلهم أكثر من 100%، ما في ولا واحد أصلا حتى أقل من 100%، ما في. فتلقى أقل موظف حصل على تقييم 100% اللي هو أدى جميع المهام المطلوبة منه، ومع ذلك يستغنون عنه لأنهم يرونه هو أقل الموظفين، لأن في الموظفين منافسين معه، واحد جاب 160، واحد جاب 170، واحد جاب 140، واحد جاب 120، فصار هو أقل من اللي جاب 100%. طبعا في أماكن أخرى 100% تعتبر شيء كبير جدا، شيء ممتاز جدا، لكن في أمازون ما تعتبر شيء كبير. وهذه يعني يروي لها أحد الموظفين فيها،
ونقلتها لكم. أتمنى وضحت النقطة، إذا ما وضحت ممكن أوضح أكثر. طيب المعايير الموضوعية هي المعايير، هذا السؤال هل جميع ما ذكرنا الأجزاء؟ طيب أتمنى بس السؤال هذا يكون في المنتدى عشان أقدر أجاوب عليه بشكل مفصل أكثر، الوقت الآن ضيق. سؤال مدراء الموارد البشرية رطوبة معلومة من المدراء التنفيذيين، مو بعلى لكنهم هم اللي يوجهونه، مو بعلى لكنهم هم اللي يوجهونه. طيب الآن نكمل محاضرتنا، طرق تقييم الأداء. وش الطرق اللي نقيم فيها الأداء؟ في قائمة معايير التقييم، وفي طريقة الترتيب البسيط، هذه من طرق التقييم، وفي طريقة المقارنة بين العاملين، في طريقة التوزيع الإجباري، في طريقة المقارنة بالأداء، وفي طريقة قوائم المراجعة. أنتم غير مطالبين بالتفاصيل، هذه القوائم، وش السبب؟ ذكرناها في المحاضرة الماضية. لأن هذه وظيفة مدراء الموارد البشرية أنهم يشرحون لك الطرق المستخدمة في التقييم، وش هذا النظام، كيف يستخدم في معايير التقييم، ليحقق لك معايير تمشي عليها. هذا المعيار حصل فيه فلان فلاني على تقييم كذا، هذا المعيار حصل فيه على كذا. تقييم الترتيب البسيط، ترتيب الموظفين مثل ما قلنا في المحاضرة الماضية، رتب الموظفين من الأفضل إلى الأدنى، هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة، هذا رقم أربعة. بالتالي يصير عند الموظف، يعني بعض الموظفين يقول لك والله ما اخذت ممتاز وفي الاخير حطوا المقبول، اي ترتيب، هذا اخذ من هذا وهذا اخذ من هذا. لكن عيبها مثلا انها بعض الموظفين يصير فعلا اجتهد، لكن لان المنافسين اللي حوله مميزين مثل مثال امازون، فصار هو ترتيبه الاخير، لكنه ما يعرف انه فعلا تقييمه 100%، فهذا ممكن انه يضعف الحافز عند هذا الموظف. طريقة المقارنة بين العاملين، اللي تجيب عاملين اثنين تقارن بينهم، صالح وعبد الله، قارنت بينهم، عبد الله أفضل من صالح. طيب الآن أقارن عبد الله بمحمد، عبد الله محمد، عبد الله أفضل من محمد، عبد الله وعبد المحسن، عبد الله أفضل من عبد المحسن، إلى آخره. طريقة التوزيع الإجباري، وهذا اللي قلناه قبل، في توزيع إجباري، عدد معين من ممتاز، عدد معين من جيد، عدد معين من ضعيف. وأيضا طريقة مقارنة بأداء وطريقة قوائم المراجعة، هذه الطرق تقريبا اللي هي الأكثر استخداما. إخبار الأفراد بنتائج تقييم الأداء من ناحية السرية والعالية تختلف منظمة لأخرى. بعض المنظمات مثل المنظمات العسكرية تقول لك والله النتائج يفضل أنها تكون سرية، وبعض المنظمات مثل المنظمات العادية دائما تعلن النتائج. ليش نعلن النتائج برأيكم؟ ليش نعلن النتائج؟ تحفيز، تنافس، تحفيز، صحيح، جميل. لكن ممكن تكون سرية في أماكن، مش السبب ليش تكون سرية؟ طيب سرية، تفادي المشاكل، ممكن. طيب كيف يتم إخبار المرؤوسين؟ الآن المرؤوسين الموظفين كيف يتم إخبارهم بالنتائج؟ مثل ما قلنا النتائج هذه ممكن تكون يعني عند بعض الموظفين، يعني ممكن الموظفين ردة فعله واحدة في استقرار النتائج. كيف نخبرهم؟ هل نرسلهم إيميل؟ هل نخبرهم بشكل مباشر؟ هل يتم جلوس المدير مع الموظف ويخبره في جلسة خاصة؟ في الصراحة أجلس مع الموظف وقلت له تعال هذا نتيجة تقييم. في طريقة ثانية تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات، أوضح له بالتفصيل أني أول شيء أصارحه، ثم أقدم له أكبر
قدر ممكن من المعلومات. انت اخذت على التقييم الفلاني لانك فعلت كذا وسويت كذا وفي اليوم الفلاني سويت كذا وكان ادائك في المهمه الفلانيه كذا، كان عليك ملاحظات في الموضوع، كان عليك تاخير احيانا، عندك غياب بدون عذر الى اخره. ثم اقناع المرؤوس بالنتيجه. ممكن بعض الطلاب يقول او الطالبات في اقتراح انه يرسل الايميل على الايميل، واذا كان في احد عنده مراجع التقييم يستطيع انه يراجع، لكن هذه الطريقة هي الأفضل اللي نتكلم عنها الآن. الصراحة صارحهم بالنتائج، ما تستحي من أحد ولا تصح من أحد. تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات، تقديم معلومات واضحة عن هذا الموضوع. أيضا تقنعهم بالنتيجة، أنت حصلت على كذا لأنك كذا ولأنك كذا. ليش؟ لأن الموظف إذا حصل على تقييم ما راح يرضى اللي ذكر، ما أخذ تقييم أعلى من يستحق ولا في الأصل ما راح يرضى. فأنت كمدير من مهامك أنك تقنع موظفينك بهذه النتائج. ثم الديمقراطية، تخلي موظفك يعبر عن رأيه، يعبر عن نفسك. ليش حصلت على تقييم كذا؟ لأنه والله كذا، وأنا سويت كذا، وأنا فعلت كذا، وأنا كان عندي دور ضغط فلاني، وأنا كان عندي مشاكل فلانية. يعبر عن نفسك طبيعي. وأنت كمدير من الواجب عليك أنك تسمع الموظفين، لأنك تبغى تطورهم. ممكن يقول لك الموظف والله أنا كان أدائي ضعيف في هذا الشيء لأني أصلاً ما أفهم كيف يستخدمه ولا أفهم النظام اللي جالسين يستخدمه، نحتاج تدريب. هذا يساعد الموظف إنه يتطور. ثم المقابلة في المستقبل، مقابلات التقييم، وهذه النقطة الأخيرة اللي قلناها في عملية اختيار المرؤوسين. هذا نفس اللي فصلنا فيه قبل شوي، يكون تكون مدتها 15 إلى 20 دقيقة، مدة متوسطة، ما تكون مقابلة طويلة كأنها مقابلة شخصية ساعة ساعتين، ولا تكون مجرد أن فلان فلاني تعال حصلت على تقييم ممتاز الله يعطيك العافية مبروك السلام عليكم. يعني فصل فيها، حتى اللي حصل على ممتاز ليش حصل على ممتاز، وش المميزات اللي كانت موجودة فيه إلى آخره. التحيير الذي خليك يعني ودود بشوش مع موظفينك الجيد والغير جيد، لا تخسر علاقاتك مع أحد، لأن حتى غير جيد ممكن أن يتطور عنك، في فرصة أن يصبح جيد وأكثر من الممتازين في المستقبل. عرض الإيجابيات أول، تعرض على موظفينك، تعرض لهم الإيجابيات، ثم عرض السلبيات، تناقش السلبيات وكيفية علاجها، حتى الإيجابيات كيفية تعزيز هذه الإيجابيات. إعطاء فرصة للمرؤوس لطرح وجهة نظره، مثل ما قلنا أحيانا فعلا المرؤوس يكون عنده وجهة نظر لشيء معين، مثلا خصم عليه في الموظف، فقال لك والله شوف انا ممكن فعلا اكون اتاخر في بعض الايام، لكني ترى اجلس اعوضها في اوقات اخرى، ممكن ما يكون في نظام بصمه يشميني، لكني انا فعلا انا اجي، ممكن ما تدري اني اجي، لكن انا اجي في اوقات اخرى، فممكن انك تدافع عن نفسك. يتم التركيز على تصحيح الاخطاء في المستقبل، هذا مهم جدا، كيف نصحح اخطائنا في المستقبل. ثم ترخيص المقابلة بشكل خطة مستقبلية لتصحيح الأداء أو تحسين الأداء. في نهاية المقابلة أجلس أنا مع الموظف هذا عندي وأقول له يا فلان إيش عندنا كذا وكذا وكذا، أنت عندك المقابلة الفلانية، إحنا الآن بنحسن منك، كيف نحسن منك؟ كيف نحسن من أدائك؟ بنحسن أدائك بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، بنعطيك الدورة الفلانية وأنا أبغاك تلتزم معي في كذا وأبغاك تساعدني في كذا. فهذه طريقة في تحسين الأداء، هذه الخطة هو يحاول يتابع معها ويمشي عليها. إدارة الموارد البشرية في مراجعة تقييم الأداء، إدارة الموارد البشرية في مراجعة تقييم الأداء، في مراجعة شكلية للتأكد من اجتماع قوائم التقييم. إدارة الموارد البشرية أن تراجع هل تم التقييم صحيح بشكل صحيح، هل في تقييم مميز أو لا. ثم بعد ذلك مراجعة نتائج كل رئيس على حدة، نشوف الرؤساء كل رئيس كيف تقييمه. ممكن أنا في إدارة الموارد البشرية أكتشف بعدين إن في رؤساء تقييماتهم تختلف عن رؤساء، في رئيس شديد جدا وفي رئيس لا والله متساهل، فأنا ممكن إني أتواصل معهم في إدارة الموارد البشرية وأيضا أنا بدرس هؤلاء المدراء. مراجعة النتائج الكلية للتقييم، التأكد من وضع كل تقييم خاص بأحد العاملين في ملف خاص
مثل ما قلنا احتفظ بملفات التقييم، لاني انا بعدين ممكن اشوف مثلا خلينا نقول صار فيه مثل الازمات اللي صارت قبل سنه سنتين، قررت الشركه تشرش كثير من الموظفين، وانا بشرح الان عدد كبير من الموظفين بناء على ايش؟ والله ارجع ملفات التقييم تبعهم، والله هذا يعني يترنح بين الجيد والجيد جدا، وقد اخذ مقبول، ما في تطور كبير، يعني اداءه هذا بهذا الشكل. عندي موظف خلال خمس سنوات اربع سنوات ممتازه، السنه الاخيره اخذ مقبول لظروف معينه، مو بمنطقي اني اقيل هذا الشخص لان اخذ مقبول هذه السنه، واترك اللي كان اداءه مترنح خلال الفتره السابقه خلال خمس سنوات، لكن السنه هذه اخذ تقييم اعلى من الشخص اللي اخذ مقبول، فبالتالي ابقي هذا واقيل الشخص الثاني. فهذه من الاشياء ايضا تحفظ حقوق الشركه، تحفظ حقوق العاملين في الشركه، جعل نتائج التقييمات سريه في اداره الموارد البشريه، اداره الموارد البشريه اللي اعلنها مو هي اللي تعلن ان التقييمات، اللي اعلنها المدير، المدير هو اللي اعلنها للموظفين عنده. اداره الموارد البشريه في مراجعه تقييم الاداء تكون مراجعتها سريه، ولو كان في اخطاء وملاحظات ما تعلنها للجميع، تحاول انك تجلس مع المدير تشرح له تتفاهم معه، فهذه النتائج تكون سريه. استخدام نتائج تقييم الاداء، الان قيمنا اداء الموظفين تمام، وش نستخدم هذه النتائج التقييم؟ نستخدمها في ايش؟ ليش تفيد؟ وش الفائده اصلا؟ يمكن نستخدمها في ترقيه، موظف دائما مميز تقييماته عالية طبيعي انه يحصل على ترقية قبل الموظفين الاخرين، وهذه من اساليب التعيين الداخلي، تسمى ترقية من اساليب التعيين الداخلي اللي اخذناها في اختيار التعيين. ايضا في المكافآت والعلاوات والحوافز، موظفين ادوا بشكل جيد يحصلون على المكافآت، يحصلون على حوافز، مثل ما قلنا بعضهم ياخذ ممتاز ياخذ على ثلاث رواتب اربع رواتب خمس رواتب، بعضهم ياخذ راتبين بعضهم ياخذ راتب واحد، بعضهم ياخذ علاوه بعضهم ياخذ حافز، هذه تختلف بسبب نتائج تقييم الاداء. ثم التدريب، النتائج من يحصل على التدريب من خلال نتائج تقييم الاداء؟ برايكم من يحصل على التدريب من خلال نتائج تقييم الاداء؟ الاقل اداء غير، طيب ممكن تعرف هل يحصل على صاحب الأقل أداء من أجل تطوير أدائه، ولا المتميزين؟ في وجهة نظر ثانية تقول المتميزين، شو رأيكم؟ هل عنده وجه نظر؟ للجميع حسب موضوع التدريب نفسه. طيب ممتاز، الموظف الضعيف ممكن يعطي تدريب من اجل تطويره، هذا الموظف، والموظف المميز ايضا يعطى كمكافاه، هذا واحد، وايضا لتعزيز قدراته، لان هذا المميز عندنا إمكانيا هذا المميز يصبح مميز أكثر في المستقبل، فالمميز يتطور أكثر وأيضا مكافأة له. فتلقى الناس دائما في الشركات وفي حتى في الوظائف الحكومية يتنافسون على الدورات، فتلقى المدير يعطيها غالبا للمميزين، لكن في بعض الحالات لا، يعطى الشخص اللي أداءه ضعيف. النقل، أحيانا النقل ممكن يكون مكافأة وممكن يكون عقاب، ممكن انه يوضع في مكان يعني ما يرغب فيه، انه منطقه نائيه، منطقه بعيده، منطقه ما فيها خدمات، منطقه خطره مثلا، تكون كعقاب للموظف. احيانا لا، فيها خبره، احيانا يكون فيها تجربه، احيانا فيها وعد بمكافآت ورواتب اضافيه ووعد بترقيات في المستقبل، حسب النقل يستخدم في كلا الحالتين. ايضا تستخدم النتائج في تطوير الموظفين من قبل الرؤساء بالتوجيه والنصح، وهذا اعتقد واضح جدا.
نصائح في تحسين أنظمة تقييم الأداء. ما عندنا أنظمة تقييم الأداء، نبغى نطورها، نبغى نحسنها. الأول استخدام معايير موضوعية. موضوعية بمعنى أنها تقيم الموظفين بشكل حيادي، بشكل يضمن فعلا تطوير الإنتاجية عند الموظفين، وليست فقط معايير من أجل أن تكون هناك معايير. الوضوح، معايير وأنظمة تقييم الأداء لابد أنها تكون واضحة. أنا عارف ليش أخذت ممتاز وليش أخذت جيد وليش أخذت جيد، واضح. تخيل أنك الآن على مستوى بسيط الآن تدرس هذه المادة، وأنت قلت لكم يا جماعة الخير إحنا ما عندنا في اختبار ولا في مشاركة ولا في شيء، أعطيكم المحاضرات في الأخير بقيم بناء على إيش؟ الله أعلم. هذه معايير غير واضحة. ممكن أقيمكم على المشاركة، ممكن أقيمكم على الحضور، ممكن أقيمكم على التفاعل، مو واضح. فالطالب تلقاه يعني تائه، ما يدري وش الطريقة أو النظام المستخدم في تقييم الأداء. استناد على دراسة لطبيعة الأداء، في دراسات في متخصصين عن الأداء وطبيعة الأداء وكيف يتم تقييم أداء الموظف الحكومي، كيف يتم تقييم أداء موظف القطاع الخاص، كيف يتم تقييم أداء في القطاع الصحي، موظف القطاع الصحي ولا في قطاع التعليم ولا في قطاع الأعمال. أن تتخذ معايير، المعايير أوزان نسبية مختلفة مثل ما قلنا. المعايير الآن معيار الموظف ومعيار جودة الأداء ومعيار القيادة مثلا ومعيار العمل مع مجموعة، هذه معايير تختلف أوزانها حسب الشركة اللي تعمل فيها أو المنظمة اللي تعمل فيها. بعض الشركات مثل ما قلنا المواظبة بالنسبة لهم ما تعتبر هي أهم شيء، جودة الأداء أهم شيء. في بعض المدراء يقولك لا والله أنا أهم شيء عندي إنه يجلس يقدر يشتغل مع مجموعة من الأشخاص في تيم في جروب، هذه مهم جدا. تقيم الميزان أو الوزن على معيار مرتفع، هذه من الأشياء اللي ترجع لي حسب طبيعة الوظيفة. أيضا النقطة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أكون استخدام عدة نماذج أو طرق للتقييم. التنويع جيد، النماذج كل ما اكثر كل ما كانت موضوعية أكثر، هذه تضمن خلنا نقول عدالة أكثر. التدريب على استخدام طرق التقييم، لابد أن ندرب هؤلاء الموظفين على استخدام طرق التقييم مثل ما قلنا. اشتراك أكثر من مسؤول في التقييم، نبتعد عن التحيز الشخصي، يكون في أكثر من شخص يقيم. إدارة الموارد البشرية تلعب دور المنسق والمخطط والمراقب، تنسق عملية التقييم مثل ما قلنا، الاستبانات، توزيعها، استلامها، أوقاتها، طريقتها، تصميمها، تخطط كيفية التقييم، تخطط التدريب إلى آخره. أيضا تراقب عملية التقييم، هل تم التقييم بشكل صحيح، هل هؤلاء الموظفين عملوا بشكل صحيح أو لا. العائد والتكلفة من التقييم، تكلفة تصميم قوائم تقييم الأداء. الآن بقيم، ممكن أنا بصمم قوائم لتقييم الأداء، ممكن تكلفني موظفين وجهد ومتخصصين في الحاسب وإلى آخره. تكلفة برامج الكمبيوتر الخاصة بتقييم الأداء، هذه مكلفة. تكلفة الوقت وأجور الموظفين، تكلفة وقت المدراء التنفيذيين والمدراء المقيمين، تكلفة مراجعة تقديرات التقييم. الآن قيموا، برجع بقدر من جديد. بعد ذلك تكلفة لجان التظلم على التقييم، لأن طبيعي بيصير فيه تظلم قبل الموظفين على التقييم، ويقول والله ظلمني مديري، هذا مديري ما يحبني، هذا مديري علاقة شخصية مشكلة بينه وبينه إلى آخره. هذه يعني من الأشياء اللي لابد أنها تضع في الحسبان. ولا تكلفة، تكلفة حفظ تقديرات تقييم في ملفات، الملفات لابد أنها يعني تكون لها حيز، والحيز هذا أحيانا مكلف. كل ما زاد حجم الملفات كل ما كان له تكلفة أكثر، أحيانا استخدمنا برامج. فهذه من الأشياء اللي يعني لابد أنها تضع في الحسبان. فبالتالي التقييم له تكلفة، لابد أن نعود بعائد. ليش احنا نقيم موظف؟ لأن نرفع إنتاجيته، فنتوقع أن إذا رفعنا الإنتاجية أصلا بيأتينا عائد أكثر من تكلفة التقييم اللي جالسين نقيمه. فلو كان عندك شركة صغيرة جدا عدد موظفين قليل جدا، تروح تشتري برامج مكلفة، راح تكون العائد غير مجدي
من عملية التقييم بالطريقة هذه. هذه كانت آخر شريحة. الآن نأخذ الكويز. راح ناخذ الكويز خلال 9 دقائق. نبدأ الآن. بسم الله. انتهى وتسير الاختبار. الله يعطيكم العافية. هذه الإجابات أمامكم. نمر على الأسئلة في السريع. تعريف هو نظام يتم من خلاله تحديد مدى فعالية وكفاءة أداء العاملين لأعمالهم وتقييم الأداء في طالب اختار. لا شيء من ذكر لكن نبدو من الخطأ. من عناصر تقييم الأداء: تحديد الغرض، التوقيت، استخدام النتائج، جميع ما ذكر. الإجابة هي جميع ما ذكر. بعض الطلاب يكون مستعجل فيختار أول إجابة مباشرة لأنها هي صحيحة، لكن ممكن تكون جميع ما ذكر. طبعاً في الاختبار، اللي راح يجيكم ما راح يكون فيه فقرة جميع ما ذكر. لا يوجد فقرة جميع ما ذكر، ولا يوجد فقرة لا شيء ما ذكر، ولا يوجد ألف لأي ما. غالباً الإجابة صحيحة هي واحدة. تحديد أوجه القصور في أداء الفرد واحتياجه إلى التطور والتدريب يعتبر من أغراض تقييم الأداء. عبارة صحيحة. تعتبر طريقة التقييم عن طريق المرؤوسين لرئيسهم من أكثر الطرق شيوعاً. خطأ. تقييم الرئيس للمرؤوسين هي الأكثر شيوعاً. فاللي يجاوب أتمنى أن يقرأ السؤال زين، لا يستعجل في الإجابة. من بعد التي يجب مراعاتها عند استخدام معايير تقييم الأداء: استخدام عدد كبير من المعايير. صحيح، هذا تكلمنا عنه أكثر من مرة لأنها تضمن العدالة أكثر. الأخذ من ناحية إخبار الأفراد من نتائج تقييم الأداء: العلانية أفضل من السرية. في مجموعة طلاب جواب السرية غير صحيح. العلانية لإخبار الأفراد، السرية حنا قلنا إدارة الموارد البشرية في مراجعتها للنتائج تكون سرية، لكن المدير إذا جاي يخبر الأفراد الموظفين الأفضل علانية إعلان تقييم النتائج. استخدم نتائج تقييم الأداء في ترقيق، ولا تستخدم في توظيف الاستقطاب. فيه بعض الطلاب استخدم جميع ما ذكر، لأن توظيف الاستقطاب أصلاً اللي بوظفه وبستخدمه ما بعد توظف عندي، كيف أقيم؟ واضح. في المقابلة، في مقابلة التقييم يفضل أن تكون المقابلة
متوسطة 15 دقيقة، ما تكون قصيرة 5 دقائق ولا طويلة ساعة. إدارة الموارد البشرية تلعب دور المنسق والمخطط والمراقب في تقييم الأداء. هذه العبارة صحيحة والأغلب جاوب إجابة صحيحة، في بعض الطلاب ما جاوب إجابة صحيحة، ما أدري إيش السبب، ممكن بعض الطلاب جاوب بشكل عشوائي أو أنه حضر متأخر ما كان حاضر معنا يوم تكلمنا عن هذه النقطة. يعطيكم العافية، هذا الاختبار انتهينا منه. إذا أي أحد عنده أي سؤال، تقريبا بقى معنا دقيقة إلى دقيقة ونص، إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار قبل ما ننتهي. إخبار الأفراد من نتائج تقييم الأداء الأفضل العلاني. آخر لقاء إن شاء الله راح يكون يوم الأربعاء القادم، بكرة عندنا لقاء كالعادة، وعندنا أيضا الأربعاء لقاءين أخيرة، واحد منها راح يكون كويز مطول. فأتمنى الأربعاء أنكم تكونوا جاهزين مستعدين، والكويز هذا راح يكون إن شاء الله مراجعة للمنهج كامل. التقييم غالبا يتم مرة واحدة في السنة، هذا في الغالب. الله يعطيكم العافية جميعا، نلتقيكم إن شاء الله غدا في اللقاء العاشر، إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار إن شاء الله نتواجه غدا أو في المنتدى. أتمنى من جميع تسجيل خروج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.